فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. في هذه الحديقة وسط بيروت تجلس هذه السيدة كل يوم، تحتار بتسميتها، هل هي راهبة أم حجة؟ تدعو نفسها الحاجة سلمى، ووهبت نفسها لله ولخدمة الناس. هل نحن منعيط لك الحاجة سلمى أو الأخت سلمى؟ هل أنت راهبة أم أنك مسلمة؟ أنا بكون سعيدة لو أعطت لي خادمة، أنا نادرة أمري لخدمة كل الفقراء والمساكين وجميع الأديان إخوات وأحبائي. وهي جنيني بيجي لعندي من جميع الملل، كلهم إخواته وبحبهم. شو بيجوا بيعملوا؟ أيام بيكون عندهم مشاكل بشوفوني دائما هون عم بعمل، هني بيعتبروها الإخوان المسيحية إنه صلاة، وكلهم إخوات وأبناء وأحبائي هوني كلهم عن الإخوان المسيحية. صار يقولوا لي أهلا ممير أهلا ممير، أنا تبسم لهم بس هيك، إلا أن وصلنا على طابق الرابع اجتمعوا حوالي كلهم وسألوني إنه أنت من أي رهبنة؟ قلت لهم من رهبنة سيدنا عيسى وسيدنا محمد، صلوا على جميع القديسين. قالوا كلهم اللهم صلي على جميع القديسين. سألوني ليه لابسة هيك؟ قلت لهم بإذن الله عز وجل، بما أنه من زغر رباني ورعاني وعلمني إشياء كتير، بعت لي سيدتنا مريم عليه السلام اختار لي هيدا اللبس لإلي، وهو عز وجل أمرني بالحجاب على طريقته الخاصة ونهاني عن البنطلون برؤية كل ما هلأ عم يلبسه. كل ثلاثة أيام إن شاء الله عهدت الله عز وجل وبحوله تعالى وقوته بسلم ختمة قرآن كريم. نزلت تصورت تحت بالجامع وبالكنيسة، ولقيت هونيك مسيحية وكذا إخوان مسيحية، قالوا لي جاي على الكنيسة وحاملي قرآن. قلت لهم بعتز القرآن كتاب الله، القرآن علمني حبكم كلكم، القرآن علمني أصلي لكم جميعا. دايما معك القرآن؟ قريته 2000 مرة، خاتمته 2000 مرة، وهو عشق روحي أفيون روحي ما في يتخلى عنه، هو بحبني أنا كتير بحبه. عز وجل بعتني لهون. كيف بلا تقيسي وتشبيهي، أنت بدك تربي ابنك بتحطه مع ناس صالحين، لما بعتني لهون كأنه عمل لي دورة تدريبية. و كيف بتعيش اليوم؟ خي واختي بيعطوني 200 دولار بس. عايشة عليهم؟ بفضل الله. مرتاحة؟ بفضل الله. التزامي انا ما بلاقي عند حدا، انا ما عندي حد للانسانية، كل انسان خي. انا ما بقول سنة وشيعة، ما بقول درزة ومسيحي، هيدا انسان. اخذنا الملائكة اكيد عم يشوفونا، اكيد مختوم هون القرآن 1000 مرة، شو بك؟ انا حاسة بس انت مش بتحس فيه. شو حاصل؟ شو عم تشوف؟ شو عم يقول لك الملائكه عننا؟ ولا شيء، مبسوطين لانه عم بيحكي بذكر الله وبصدق، ما في اي كذب باي خبرية. بيحكوك انه عن فلان شخص منيح فلان منيح. انا ما بتدخل، ما خص، صار لي 16 سنه صايم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، وربي بعت لي ملاك بيقول لي ممنوع تحرمي حالك شيء، وسلمى إلى سعر خاص. تسألوكي انت مسيحيه او مسلمه، شو بتقولي لهم؟ قلتي بقول لهم على مسيحيه سيدتنا فاطمه الزهراء وعلى اسلام سيدتنا مريم عليه السلام. واحذروا بقى هن يوسف حرين يفهم هذا، هذا لغز. يعتبر الكثير ما تقوم به الحاجه سلمى لا يغدو كونه نوعا من الجنون، وهي ترد مثل العسل على قلبي، وسأبقى خادمة لله. من بيروت أحمد عيسى، يا صور.